خليني نروح لاستاد القاهره وانا لحضراتكم صوره. انا عارف طبعا انه يمكن قبل لحظات من بدايه الحلقه النهارده اطمنت من اصدقاء موجودين في ملعب الاستاد انه تقريبا مدرجات الدرجه الثالثه باكملها تقريبا خلاص بقت كومبلي كامل العدد. خلينا نروح لفاروق من امام استاد القاهره نعرف منه اخر الاخبار توافد جمهور النادي الاهلي، وخلينا نتكلم شويه فيما يتعلق بالقواعد المنظمه. كابتن عادل انت عارف طبعا النهارده حضور جماهير كبير 50,000 متفرج هيتابعوا المباراه من الملعب، فخلينا لانه اعتقد الجمهور عليه مسؤوليه كبيره مش بس في التشجيع النهارده في الصوره اللي هيظهر عليها اللقاء. يا فاروق مساء الخير. طبعا في البدايه برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكابتننا الكبير القيمه والقامه الكبيره الكابتن عادل طعيمه، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني بالفعل زميلي احمد اكد على كلامك، بالفعل جمهور النادي الاهلي عليه مسؤوليه كبيره النهارده، وجمهور النادي الاهلي يعي هذه المسؤوليه ودوره المهم جدا على مدار ال 90 دقيقه النهارده. خليني اقول لك ان طبعا تم فتح ابواب استاد القاهره منذ الساعه الثانيه ظهرا، اقبال كثيف جدا من جماهير النادي الاهلي. زي ما انت عارف زميلي احمد ان الساعه اللي تم السماح بيها من خلال الجهات الامنيه طبعا بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المصرية حضور 50,000 متفرج. الساعة الثانية ظهرا تم فتح أبواب الجماهير، لكن برضو خلينا أوضح أن الأمور اللي تم التنسيقية والتخصيص اللي تم تخصيص زميلي أحمد البوابة مسجد آل رشدان لدخول جمهور الدرجة الأولى والمقصورة، تم تخصيص بوابة طريق النصر لدخول جماهير الدرجة الثالثة يمين، وتم تخصيص بوابة المطلة على شارع صلاح سالم لدخول جماهير الدرجة الثانية والثالثة شمال. طبعا زميلي أحمد أنت عارف هناك قواعد ومحظورات بالنسبه للجماهير، يعني قبل ما تيجي الاستاد القاهره في مجموعه من المحظورات، يحظر طبعا دخول اي فرد من الجماهير دون الحضور طبعا بتذكره المباراه والفان اي دي طبعا، ودي من الامور المهمه جدا التنسيق ان لازم الدخول بين خلال التذكره والفان اي دي. ايضا هناك مجموعه من المحظورات، بيحظر طبعا الدخول بالشماريخ واقلام الليزر المعلبات والاسلاك الكهربائيه والباور بانك. الجماهير المصريه بقت تعي هذه الامور خلاص، يعني الفرد اللي جاي داخل الاستاد ما بياخدش اكتر من 5 دقائق. اجراءات التفتيش بتتم بصوره مهمه جدا، التنسيق بيتم بصوره مهمه جدا. عايز اقول لك التواجد الامني هنا زميل احمد منذ الساعات الاولى لليوم، بعض الجماهير قال لي ده اسهل لقاء انا حضرته ودخلت اجراءات الدخول ما خدتش وقت كتير جدا. مجموعه كبيره جدا جايه من الجماهير من اقصى صعيد مصر، ناس جايه من الاقصر من اسوان من سوهاج من المنيا من بني سويف من اسيوط، الجميع النهارده بيساند بيؤازر النادي الاهلي. اسر مصريه جايه من الاسكندريه من كفر الشيخ من دمنهور من البحيره كل مكان من الشرقيه من المنصوره، انا مش عايز استثنى احد، لكن النهارده الجماهير تعي هذا الامر، الجماهير مدركه اهميه هذه المباراه، عارفين ان المباراه مقسمه لشوطين، شوط اول وشوط ثاني، لكن ان شاء الله جماهير النادي الاهلي زميل احمد النهارده تكون على قدر المسؤوليه قدر الحدث، وان شاء الله يوم يكون سعيد على كل جماهير النادي الاهلي. زميلي احمد ايضا يعني لو وقتك يسمح انا نقدر ان احنا نقرب الدنيا اكتر ونتكلم على التفاصيل الخاصه بمعسكر فريق الوداد والتشكيل الاقرب. طبعا انا موجود معاك زميلي احمد لو الوقت يسمح. يلا سريعا يا فاروق اتفضل. يعني خليني اقول لك ان فريق الوداد زميلي احمد ده كان وصل للقاهره يوم الخميس في الساعات الاولى من صباح يوم الخميس، خاض تدريبين، التدريب الاول كان يوم الخميس على ملاعب نادي الطيران، والتمرين الثاني كان على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وبالامس كان التدريب الاخير على استاد القاهره الدولي. طبعا بيغيب عن فريق الوداد في هذه المباراه 3 عناصر، هو اللاعب حسين بن عياده اللعيب الجزائري الظهير الايمن، ورضا التكناوتي حارس المرمى، بالاضافه الى عبد الله حيمود اللي كان يعني اجرى جراحه الزائده الدوديه بالامس في احد المستشفيات القريبه من مقر اقامه فريق الوداد. طبعا المدير الفني البلجيكي استقر بنسبه 99% على التشكيل اللي هيخوض به هذه المباراه، وهو المكون من يوسف المطيع في حراسه المرمى، قدامه 2 مساكين ارسن زولا وامين ابو الفتح، على يمينهم ايوب العملود وعلى شمالهم يحيى عطيه الله. في منتصف الملعب استقرار على الثلاثي يحيى جبران رضا الجعدي جلال الدودي، قدامهم مثلث هجومي مكون من زهير المترجي محمد اونجم وبولي سامبو، وده هداف الفريق وهداف البطوله ب7 اهداف. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، انا موجود معاك زميلي احمد لو في استفسار. شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من داخل او من امام استاد القاهره.